ارجع تاني لنقطه اللي حصل النهارده بين جماهير النادي المصري وجماهير النادي الاسماعيلي مره اخرى ومره الف. انا مش هقول مين اللي غلطان عشان ده مش دوري، انا دوري ان انا اقول ان اللي حصل في المجمل غلط. دور بقى رابطه الانديه بالتاكيد تعرف اللي حصل واكيد هتصدر عقوبات بخصوص هذا الامر. معايا للتوضيح اكثر الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه. استاذ احمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير يا كريم، ودايما بتشرف ان انا اكون معاك. مساء الخير على مشاهدينك، وخلينا في الاول نقول كل سنه ومصر كلها طيبه وبخير. صح، ان شاء الله يكون سنه سعيده على مصر ومليانه بالخير وبالتوفيق وبالنجاح لمصر وللكره المصريه باذن الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. ودي بدايه عظيمه جدا، بس بدايه السنه حصل فيها حاجه ضايقتنا كلنا، اللي حصل النهارده بين جمهور النادي المصري وجمهور النادي الاسماعيلي. شفت الامر ازاي وخطواتكم في هذا الامر هتكون ايه؟ خلينا قبل ما نخش على اللي شفناه النهارده من القله او الحضور اللي كانوا موجودين نوضح معاك حاجتين يا كريم. يا ريت. الحاجه الاولى ان محدش هيرجع مشروع عوده الجمهور لورا، حتى وان كان هذه القله اللي كانوا موجودين النهارده في حضور هذه المباراه. عظيم. ولا دول معبرين عن جمهور النادي الاسماعيلي ولا جمهور النادي المصري. صحيح. ولا جمهور الكره المصريه. دول بيعبروا عن نفسهم، كل حضور خرجوا عن النص هيتعاقبوا بالرابطه بالعقوبات الرياضيه، واللي تصرفاته تطورت عندها يتعاقب العقاب القانوني من الجهات المعنيه. صحيح. احنا مصر بلد قويه، كل اجهزتها القوات المسلحه ووزاره الداخليه، كل الاجهزه المعنيه كانت في ظهر الكره المصريه والانديه المصريه بعد فتره جمود كبيره جدا سنين، وتقبلوا بكل الدعم فكره مشروع عوده الجمهور اللي طرحته الرابطه في الموسم قبل الماضي يوم ما تم انتخابنا. احنا بنشكرهم على ده، زي ما بشكرهم النهارده على سرعه التدخل والشركه الافريقيه. وعاوز اقول لك ان الموضوع ما خدش لحظات، صح، ومنتهى الاحترافيه. فالحقيقه بشكرهم على ده وبنشكرهم دايما على دعمهم للكره المصريه. عظيم. لكن مشهد سيء جدا. انا مش قادر استوعب، انت كمشجع نازل المفروض تستمتع بناديك. ايوه. تشجع ناديك. ايوه. 90 دقيقه عشان تكون مصدر قوه اضافيه لي. ومسافر من اسماعيليه او من بورسعيد لبرج العرب. ايه اللي يوصلك للمشهد ده؟ صح. فين يعني ايه اللي يقدر انه يوصلك ده؟ انت لو بتلعب الناديين دول نهائي كاس عالم انديه، كل اللي مطالب منك انك تشجع ناديك ال 90 دقيقه عشان تدي له الدعم. صح. الكوره صناعه، صناعه بعناصرها. الجمهور ما دام دخل الاستاد هو عنصر هام جدا 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 في صناعه كره القدم اللي احنا بنتكلم عليها. واللي احنا بنقول بقى لنا سنتين احنا بنعيد في البنى مع كل شركاء النجاح واحده واحده، وبتعدل موسم عن موسم عشان تقدر تتخلص من الجمود اللي كان موجود في السنوات اللي قبل كده. عظيم. والكلام اللي انت قلته ده كنت لسه بقوله يا استاذ احمد قبل ما انت تخش على طول. انت رايح تدفع تذكره زيك ما اكنك نازل رايح حفله، رايح سينما، رايح تستمتع، رايح تهدي اعصابك من ضغوطات حياه كثيره جدا. فمش منطقي ابدا انك تعمل ازمه ومشكله في وسط سعي كثير من الناس، منهم حضرتك وهجي لك في النقطه دي، وكثير من الانديه، ان احنا نرجع الجماهير باكبر عدد ممكن. وده بيحصل بقى لنا سنتين اهو، وكل شويه بيبقى في تقدم في هذا الامر. الحمد لله وصلنا للفول كاباسيتي في ماتشات الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه، وشفنا نهائي كاس الرابطه السنه اللي فاتت بين المصري والسيراميكا باعداد جمهور يعني ابتدينا نشوفه، وده في الاخر بيفيد الصناعه، بيزود مداخيل الانديه. هي مركبه يا جماعه صناعه كره القدم، عناصر بتركب فوق بعض كاي صناعه. صحيح. فبالتالي حتى تقبل الاجهزه زي ما بقول لحضرتك والمعلمين، انت لما تيجي طب انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني احنا كرابطه بنقدر جدا الاعلام الرياضي لما بيقعد يطلب مننا ويقول لنا انتم ماشيين في الملف ده بخطوات بطيئه. لان احنا مقتنعين تماما ان الجمهور هو روح الكوره. ايوه. ولكن احنا ماشيين. طب لما تيجي بقى من القله دي، ما انت بتعطلني وبتعطل المنظومه، انت لا انت حابب نفسك ولا كده انت حابب ناديك ولا حابب بلدك. ايوه صح كده، وبتاذي اللي حواليك. في الاخر نازل من البيت تستمتع بناديك، تشجعه، تقويه، وانت نازل رايح تحضر ماتش كوره، يعني هتكسب
يا هتخسر يا هتتعادل. صح صح. بس انت قلت لي وصلنا لكده. انت قلت لي في البدايه انه اللي حصل النهارده من كولا ده مش هيرجعنا لورا ابدا في ملف عوده الجماهير بشكل كامل في المدرجات. وانا ثقه ده من قوه الدوله المصريه وقوه اجهزتها ووزاره الداخليه والاجهزه المعنيه ان احنا هنعمل العقوبات الرياضيه على من اخطا القله دي، وان باذن الله الملف ده عمره ما نرجع فيه لورا. بس في خطوات لقدام ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يعني كلنا ثقه ان ما يبقاش في تاثير على حاجه في الخطوات اللي جايه باذن الله. باذن الله. استاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه المصريه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير.